هذا التدرن هي تابعة لمركز التدرن في قضاء بلد، تم افتتاحها كوحدة تخدم الرقعة الجغرافية لقضاء الضلوعية من مرضى التدرن الرئوي حصرا، وتجهيزهم ويتم تجهيزه بالأدوية والمواد المختبرية الخاصة بتشخيص وعلاج مرضى التدرن، بالإضافة إلى تسجيلهم واكتشاف الحالات الجديدة ومتابعة الحالات المتوفرة يعني سابقا بالقطاع في البرقعة الجغرافية للقضاء لغرض تخفيف العبء عن المراجعين، ومن ناحية التنقل إلى مركز التدرن في القضاء بلد سابقا صارت أقرب للمراجع، وبالتالي يصير أسهل بالمراجعة والحصول على العلاج اللازم ومتابعة حالة المريض. مرض التدرن هو المنهاج العالمي لعلاج التدرن، هو الدورة السريعة أو المكثفة تسمى، هي شهرين، ومن ثم دورة متممة 4 أشهر، يتم إذا تم الالتزام بها من قبل المريض يتم الحصول على نسبة شفاء عالية من المرض بحيث يكون غير معدي للملامسين. وظيفة أحد وظائف المرض محدد التدرن هي متابعة الحالات اللي يفشل بها العلاج بحيث المريض يكتسب بها الشفاء بالدورة العادية والمكثفة والمتممة، أو الحالات الناكسة اللي مثلا اكتسب الشفاء ورجعت الإصابة بالمرض، أو المنقطعين عن العلاج، فتتم متابعتهم عن طريق سجلات مخصصة لهذا الغرض، هم أيضا موجودة بالوحدة التدرن حاليا.